أهلا وسهلا عزيزي المشاهد. من أكثر الأمور المثيرة في فترة الحمل هي عندما تبدأ الأم الحامل بالشعور بحركة جنينها لأول مرة، فتشعر بحركة صغيرة داخل رحمها، وتدل هذه الحركات على أن الطفل على قيد الحياة ويتطور بصحة سليمة. وعادة ما تبدأ الحامل تحس بحركة جنينها منذ الأسبوع 18 تقريبا من الحمل، لذلك ينصح الأطباء بتتبع حركات الطفل، ففي بعض الحالات تصبح حركة الطفل قليلة ما يجعل الأم تعيش في ذعر وقلق، ويجب حينها التوجه إلى الطبيب للتأكد من عدم تعرضه لأي مشاكل قد تؤثر على سلامته. أما بالنسبة لكثرة حركة الجنين، فرغم الانزعاج الذي تسببه للأم إلا أنها تسعدها في جانب آخر، لكون حركته الكثيرة تدل على أن حالته الصحية جيدة. ولا بد أن تكون هنالك أسباب وراء كثرة الحركة، وخاصة في أوقات معينة من اليوم، ونبرز لك هذه الأسباب فيما يلي. أولاً، تزداد حركة الجنين بعد شرب الأم للمنشطات كالقهوة والشاي اللذان يحتويان على نسبة عالية من الكافيين، ما يجعل الجنين أكثر نشاطاً. لكن هذه المشروبات قد تشكل ضرراً عليك وعلى جنينك في حالة الإكثار من تناولها، لذا يوصي الأطباء بعدم تناول أكثر من 200 ملغراماً من الكافيين في اليوم. ثانياً، تناول السكريات. قد يؤدي تناول الأم لوجبات غنية بالسكريات أو لمشروب بارد إلى الشعور بحركات قوية للجنين، إذا فقد تلاحظين زيادة نشاط طفلك وقوة ركلاته بعد تناول كمية كبيرة من السكر. ثالثاً، عند الحمل لمرة ثانية. أغلب الأمهات يشعرن بحركة الجنين في الحمل الثاني، ولكن هذا أمر طبيعي لكون الأم في حملها الأول لا تستطيع تمييز الحركات بصورة واضحة كما يحدث في الأحمال الأخرى. ويجب التنويه أن كل حمل يختلف عن الآخر، ولا يوجد عدد معين لركلات الجنين خلال اليوم، كما أن حركة الجنين قد تكون أكثر في الثلث الثاني من الحمل، ومع تطور الحمل وبلوغك الثلث الأخير منه قد تلاحظين قلة حركة الجنين نتيجة كبر حجمه وقلة المساحة المحيطة به. إذا أعجبك الفيديو لا تنسي الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.